شو؟ في حدا جاي من هنيك؟ ماني شايفة شي. لك شلون مالك شايفة؟ ايه شفتي؟ ايه ليك أم بلا. مين ها؟ شو بعرفني؟ لك 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 كأنه هاد فهد. فهد؟ ايه والله فهد. فهد فهد نحن هون. تعا تعا تعي لك تعا. بدك فيه ليش ناديتي له؟ لك خليه يساعدنا بحمل المولدة. ربي دخيلك. انتوا لحالكن ولا معكن حدا؟ ايه لحالنا بس انا وهزار. عطشان بدي اشرب. وين رايحين بهالليل؟ جبنا المولدة لنشغل بطارية الباص. شو هالحكي؟ هي بتشحن لمبة نيوني ما بتشحن بطارية سيارة. وليش بقى؟ صلنا ساعة ناطعينا وعم نزرة وهلكنا وعفنا حالنا وآخر شي بتقلي ما بتشغل بطارية باص. لا يا سيدي بدها تشغل. لك يا بنت الحلال هي بدها شاحن وإلا بعدين بتنضرب بطارية السيارة. بالله شو؟ شاحن وين نجيب هون؟ شوف هذا الحكي كله أنا ما بفهمه. يلي بفهمه أنت شوفير وهذا الباص بدي إياه يشتغل هلا. خلص خلص إذا شغلت بطارية محلولة. تفضل. وشو مشان المولدة؟ نتركها هون ولا ناخدها معنا؟ لا بناخدها معنا بجوز نستفاد منها. جيبها. شو هي؟ جيب المولدة. عوني لا تواخذنا بالعادة ما بيعوي ولا بيهاجم بس هالمرة مدري ليش مزعوج. ما في مشكلة ما في مشكلة. المشي بالليل مو منيح بين الشجر الواحد ما بيعرف شو بيطلع له. وين المدام؟ فكرناك صرت بالبيت. ضوعنا الطريق. انتو ليش ما طلعتوا؟ انا وعمي ما لنا مستعجلين على الرجعة عم نتسيرن. بس بصراحة عم فكر انا وعمي انه ندور على وردة من جديد. مسكينة هالمرة. أنا من الغابة من هون ما راح أطلع لحتى أعرف كيف اختفت. مثل ما اختفت جثة الشوفير ومعاونه. بس وردة ما ماتت. شو عم تحكي؟ شلون ما ماتت؟ وردة بالكوخ. أوف تعالوا تعالوا. معقول اشتغل بلا كهرباء؟ ما حبيت عذبكم بالدفش بس بتعرفي شميت ريحة مازوت كأنه في شي تهريب. لا نحن لما كنا عم نفطي بالتبو كبيت شوي على الأرض. خلص يلا خلونا نمشي شغل الباص بقى. بسم الله. يا رب بسم الله. برافو عليك انت معلم. هلا انت بتعرف ترجعنا على طريق الاسرة؟ ايه بطلعكم بس القصة صعبة شوي. ليه صعبة؟ لف الباص ورجع من نفس الطريق اللي اجينا منه. طريق واضح. هلا ما في شي واضح بس بنجرب شو عليه. ما في شي وراي. طيب يلا امشي. يلا لحظة لحظة شو هاد في شي هنيك؟ فهد لف الباص وخلينا نوصل عبيوتنا. يلا روي يا بنت الحلال كأنه في حدا ميت. من هالوينه؟ شو بيعرفني من هالوينه؟ بيكون طلع من الغابة. هاي جثة. جثة مين هاي؟ لا تسألني إلي أنا ما بعرف شي. يلا فهد الله يخليك طلعنا من القرف اللي نحن فيه. ما راح أطلع لأعرف منو هاد. عادي مكانك. لك بلكي لحقنا. لك شو بدي الحق باص قومي. يلا امشي. بسم الله بسم الله. يلا يا رب. اقفلي اقفلي الباب. وين بدي اقفل؟ شو بدي اقفل؟ اجا اقفلي الباب.
بس أوصل بس. وين ممكن يروحوا؟ بيكونوا راحوا يدوروا على مي أو على شيء يتاكل. لا تقلق، فوت وارتاح. ماني مرتاح. شو يلي مخليك مو مرتاح؟ وردة، من وقت ما وقعت على راسها متغيرة، كأنه ذاكرتها مسحت. قصدك وردة ممكن تكون؟ ما بعرف. على كل إن أنا قلت لها العبير ما تتحرك رح ترجع. أنا بحس إنه وردة مرة مسكينة وفقيرة، ما بتوقع بتأذي مرتك. هلا الكلب ممكن يتبقى أثره؟ إيه ممكن، بس مو لمسافة بعيدة. هلا أنا شو لازم ساوي؟ كيف بدي؟ يعني ما بعرف وين لازم دور أنا أصلا. فوت نام مرتاح شي ساعة زمن. إذا ما رجعوا منروح كلنا مندور عليهم. فوت فوت. ست وردة، انت بتعرفي طريق الطلعة من هون؟ انت من وين اجي؟ من هذاك الطريق. ارجع على محل ما اجي. انا قصدي الطلعة من هاي الغابة. شو قصدك؟ عم تأشر على النجوم. تقدر تطلع من الغابة اذا عرفت الاتجاهات عن طريق النجوم. إذا ما عرفت الاتجاهات شو بعمل؟ ادعي لله يساعدك. دكتور عوني وينه؟ كيف تاركك لحالك تطلعي بالليل؟ قلت لك بيكون نام. بس أنا ما راح أعرف أطلع لحالي، بدي حدا يكون معي. نصيحة خليك هون، انسى كل شيء، ريح راسك من الأسئلة من الهموم. اي والله انا تعبان، تعبان كثير وبدي ارتاح. ايه الله يرحمه. رواق. طيب وعوني شو؟ عوني بيكون بساعد عمي، هو كتير بيحب راحته، ما بيحب يتعب. ايه المهم الاخلاق. مين قتله؟ لك مات لحاله. شو نحلف لك انه مات لحاله؟ ليش ما عم تصدقنا؟ حدا ضربه على راسه. يا اخي رح اقول لك الحقيقه، نحن كنا عم نعبي مازوت، قام كب عليه، هو كان تحت الباص، رفع راسه ومات. أنا ما بيهمني موتة بنهال، بيهمني مين أنتو. فهد الله يخليك، خلينا نمشي. نحن بكل بساطة ما لنا علاقة فيك ولا بمشاكلك. في ناس عم بتموت فجأة، في ناس عم بتضيع بالغابة، وأنت المتهم، ونحن ما بدنا نكون ضحايا. أنا ما قربت صوبكم، أنتو ندهتولي. صح، بس نحن نادينا لك لتساعدنا وتحمل المولدة. قلتي انه الكل عم يتهمني، مين قصدك؟ عادل ومجد كمان ورضا وصافي. عادل واحد كذاب، وكنت تقول عن مجد كذاب، وهلا حتقول عن رضا وصافي كمان كذابي. انا ما إلي اي علاقة باي شيء صار بالغابة هون. ايه وكيف نحن بدنا نصدقك هلا اذا اتهموني بموتة منهل؟
راح يصدقوكم إلكن ولا راح يصدقوني إلي؟ لك يا أخي، نحن ما قتلناه، ما قتلناه لمنهل، ما عم تفهم؟ برجع وبكرر نفس السؤال، ليش أنا لحتى صدقكن ها؟ ليش كنتوا رح تهربوا لما رحت أنا أشوف الجثة؟ ليش؟ روق، والله خفنا منه. يعني هيك شكلك كان بخوف وانت جاي معصب. نزله مو حرزة، نزله. الحيوانات ما بتقدر تتحكم بغرائزها. سوسان؟ سوسان؟ يلا قومي. وينه فهد؟ شكله انقلع من الغابة، الله لا يرده. فعلا شو بده يضل يعمل بعد ما تعطلوا الباب؟ وردة ورنا ما بعرف الحي. خلينا ندور عليها، جوز أكلوها. خلينا نمشي قبل ما يشموا ريحتنا. معقول نحن السبب؟ هلا اسكتي، امشي ليك، خدي فيها روحي. معي 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 مسدس. إذا بيطلع قدامك أي شيء أوصفه. شو رأيك نقوم نجمع شوية حطب ونساوي شاي؟ كاسة شاي صار بدها ساعة شغل مشان تقدري النعمة اللي عايشين فيها. ما قدر النعمة اللي كنا عايشين فيها بدون هالتجربة الغليظة. بتعرفي شو؟ أنا خايفة يرجع فهد. ليش خايفة منه؟ لو كان بده يأذينا كان أذانا. على فكرة هو أخطر شخص قابلناه هون. نسيتي شو حكى عليه مجد؟ حتى شكله ماله مريح. ما بصير تحكمي على الناس من الشكل، بعدين ما في داعي تخافي منه. لا في داعي، لأنه كتير ناس ماتت بطريقة غريبة. بجوز ماتوا مثل ما مات منهل. حدا قتله شي؟ مات لحاله، قدره. لا ما بظن. صوت الرصاص خوف. كمان هن جوعانين وخايفين مثلنا. بس هن مو ضايعين، الغابة بيتهم. وبيتنا كمان. لحد ما نلاقي طريقنا ونطلع منه. تعال تعال نرتاح شوي. كانت الجثة هون، مين أخذها؟ وين عم تروح الجثث؟ مسكين يا منهل، أكيد تعذبت كتير قبل ما تموت. الجثة مكانها واضح على التراب. يا ترى مرتك ووردة بيكونوا التقوا بسوسن وهزار؟ لو التقوا فيهم
كنت لقيت جسس أكثر. تعرف ما أشوفهم؟ رح أحرق إنه هنن عايشين. عوني وينه؟ لسه بتسألني عن عوني؟ ما بعرف لبقى تسألني عنه. بتخانق معه؟ هيك شي بدي أسألك، في شي منطقة هون اسمع شو الغراب؟ يا عم تسألي هيك مجرد تساؤل، سمعت بالاسم فقلت بسألك. من مين سمعتي؟ من فهد؟ لا مو من فهد، ما بظن، بس يعني مو فهد. عش الغراب هو الكوخ تبع عبد المنعم أبو الريش، هادي اللي اشتراه رضا وصافي؟ ما بعرف، يمكن يكون هو. ليش سمع عش الغراب؟ كمان ما بعرف. يمكن شم ريحة. شو بدنا نعمل؟ خلينا نمشي يلا. عوني، انت بتعرفهم لسوسن وهزار؟ قصدي ملتقي فيهم قبل؟ لا ماني ملتقي فيهم، بس اكيد ما قتلوا لمن هالكرمال بسكوتي وقنينة عصير. الموضوع اكبر من هيك. شو بده يكون يعني؟ يعني بركي تحركش فيهم. اذا كل واحد تحرش بوحده بده تقتله، كان ما ضل شباب بالبلد. بس مثل ما قلت لكم، الموضوع اكبر من هيك بكثير. زمهرير كم ورده؟ مين انت؟ كيف عرفت اسمي؟ انا فهد، ما تذكرتيني؟ شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر، رفقات جوزي كتار وكل يوم بيطلعوا بيسهروا، والله بدي بطل له السوسة. على شو عم بتدوري؟ عم دور على شيء اكله. هي الغابة مليانة نباتات، بتحبي ساعدك؟ لا، اللي جوات الارض اطيب. انا عم جمع اكل للعرسان مشان يفطروا. انو عرسان؟ اي عرسان؟ عبير وعاده. لك لا، قصدك عوني. لك لا، عوني طلقته. والله انت راح تجننيني. والله انت على شو عم تدور؟ عم دور على طريق اطلع فيه من هالغابه وما عم لاقي. كلهم بيدوروا على طريق، اخر شيء ما بدهم يطلعوا. وردة، هلا انت كيف وقعتي من فوق لتحت وما متي؟ حظ اعطيني من فوق الجبل رميني. الله لا يحرم الحظ لحدا، انا الحظ اجاني مره واحده وما انعادي. اكبر حظ انك تموت بوقتك، مو ناقص عمر. والله مانك هينة يا وردة، هاتي عنك هاتي. خود. يلا أهلاً أهلاً. بعد عم قلك عبير وينا؟ شو عملتوا فيها؟ شو سويتوا بجسس؟ احكي. عبير ما شفناها بنو. عبير ووردة طلعوا يدوروا عليكم، أكيد ما شفتوه هون. وردة؟ شو عملتوا أنت؟ ليش متخبين طالما مو عاملين شي؟ ياه لأنه ما بدها الصحفة الحلوة. شو بتخبي منا؟ من هالوينه؟ ولا كمان ما شفتوه؟ من هل توفى؟ قصدك ان قتل وبطريقة وحشية. ليش قتلتوه؟ وين خبيته جسته؟ لك قلنا ساعة عم نمشي، وين العرسان؟ بدنا نبارك له. حدا بيزور العرسان صباحية عرسان؟ شو انت ما بتفهم؟ لكن ليش محملتيني هالبطاطات وماشي براكي؟ مشان نضيف المعازيم ولا يطلعوا من المولد بلا حمص. لك والله الحق مو عليكي، الحق علي انا يلي ماشي وراكي. لا تنق، رح نوصل. وين المعازيم؟ هون، وصلنا.
وردة، كيف رجعتينا على الكوخ؟ يعني كيف وصلنا لهون؟ ما أنا جيت قبل هالمرة لهون مثلا. خدي الله يرضى عليكي، هدول البطاطات أنا هاي القصص كلها ما بحبها. الله يرحمه. لك والله والله لشرشحكم بالثقافة والله. لك لك أنتوا ما عندكم السلطة ليش تعتقلونا وليش تربطونا؟ عمي أنا رايح أشوف الفخار. لا ترجع لنا بصيدة صغيرة، نحن كتار بدنا شيء يكفي. إن شاء الله لاقي شيء أرنب مو سحلية. لك أنتوا ليش عم تتجاهلونا؟ ما تردوا؟ أنت 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 إيه عم بحكي معك؟ لك الكف اللي ضربتني إياه بدي دفعك ثمن وغالي كثير. حركي انت لسه ما بتعرفني. عدو عدو يلا. لا والله ما عرفت مين انت. عارفينه مين انت؟ انا بدي شرشحك وخليك تمضي بقيه حياتك بالسجن. يلي بده يمضي حياته بالسجن ويلي قتل منهل بالطريقه الوحشيه يخرب بيتكم. تقتلوا الزلمه بهي الطريقه كرمال بسكوته وقنينه عصير؟ لك والله ما قتلنا حدا والله. انت مهتم بموتة منهل ولا عم تدور على مرتك؟ تعرفوا اذا ما التقيت عبير انا راح اورجيكم. فهمتوا؟ تحركوا امشوا يلا. ايه عادل خدني على مكان امن. الله يخليك. بالغابه ما في مكان امن. انا مو جاي اموت هون. ما حدا منا جاي يموت هون. كل واحد له اسبابه. صحي انت لشو اجيتي؟ اجيت معوني. بيكون مشغول باله عليك هلا. حلو انك تحس انه في حدا مشغول باله عليك وعم يسال عنك. يا ترى انت منين فقدك؟ ما حدا ما حدا رح يسال عني. انا سنجل. اوف شاب بمواصفاتك بعمرك معقول ما يكون مرتبط؟ فيك تقولي كنت معلق. يعني لا معلق ولا مطلق يعني مرتبط. كنت خاطئ بس خطيبتي اختفت. كيف اختفت؟ في حدا بيختفي هيك فجأة؟ ايه انت ليكك تركتي جوزك واختفيتي من حياتي. انا وضعي مختلف اساسا. ما في حياة بيني وبين عمي. ما جاوبتي كيف اختفت؟ ما بعرف اختفت هيك. حتى الشرطة دورت عليها وما لقتها. بالأخير اعتبروها بحكم الميتة. خطيبتك اسمها ديما مو هيك؟ شو عرفك؟ قريت عنها بالصحافة. امشي بلا ما يلحقونا. فوتوا يلا. عدو هون انت وياها يلا. رح فك ايديكم بس بدي اسمع الحقيقه وما بدي لف ودوران. والله العظيم حكينا لك كل شيء. شو بدك تعرف؟ قلنا لك منهل مات لحاله وعبير والله العظيم ما شفناها. رجعنا لللف والدوران. هدول ما بيفيد معهم الحكي. ما بيفيد معهم الحكي. يا سيد عوني عبير ما شفناها. بعدين نحن ليش بدنا ناخذها؟ نحن ما بنعرفكم. هاي ما بتعرفوا منهل. قتلتوا؟ عم نقول لك نحن ما قتلنا لمنهل. والله ما قتلنا. ليش ما عم بتصدقونا؟ هو خبط راسه بحفة الباص. اللي شافوا الجثة قالوا انه مضروب بحجر. والله ما ضربنا. انا شفتكم حاطين المقص على رقبته. لك لكننا عم نخوفه مشان يطعمينا من الاكل اللي معه بس. مرحبا يا حلوين. برافو عليك شفت لي الدكتورة. وين عبير؟ وردة شو صار معك؟ أكلت وقع على راسي نهت حيلي فيها. راسي كتير عم يجعني. بدي تشوفي لي إياها. أنا ما بثق غير فيكي. هلأ بشوف لك الجرح. حكيني إلي عبير وينها؟ عبير لأنك جبت لي الدكتورة حجاوبك. عبير مع عريسة وأنا جبت لكم ضيافة بطاطا حلوة. لو في محلايا كنت جبت لكم. وردة؟ مستحيل. وردة ركزي معنا.
عبير كانت معك؟ قلت لكم مع عريسة يلا فكوها للدكتورة خليها تحكمني. فكونا، قلنا لكم انه ما شفنا هالعبير، صدقتوا؟ لحظة، قلنا لك ما بنعرف وين عبير. تعي وردة لشوف لك الجرح. عبير انا ما رح فوت لجوا، هي انت صرتي بامان هون. شكرا على كل شيء. لك صحيح انت كيف بتطلعي مع وردة؟ هي وحدة واشة ومخطائة، معقولة بتسلميها حالك هيك؟ صار لي زمان مسلمة حالي لعوني. وردة امبارح وقعت، اما عوني شكله من زمان واقع. خاطرك انا ما قلت لك لا تطلعي. وين كنتي؟ لك وين كنتي؟ حيوان ما بحقلك من ايدك علي. عيب يا دكتور، عيب. ما حدا بيضرب مرته قدام الناس. وانت شو دخلك بيني وبينها؟ شو دخلك؟ لا ترفع صوتك بوشي. ها طولوا بالكم يا جماعه، الحمد لله الست عبير بخير. سيد عادل وين شفتها؟ شفتها بالغابه، كانت هربانه من خنازير بريه، نفذتها منهم. هاي كل القصه. مبروك يا عريس، جبت لك فطور إلك ولعروستك. شو عم تحكي هاي المجنونة؟ وردة لا بعد تحكي ولا حرف. لا خليها تحكي، بدي اسمع شو عم تقول. ايه معها حق تتركك وتروح لعند هداك الشاب، والله لابقين لبعض. تطلع وردة خلينا نفوت لجوا، خلي الدكتور هزار تفحصك. تعالي. انت بتعرفني من قبل، بتعرفني وبتعرف عبير من قبل. انا قبل ما ادخل هالغابة الوسخة لا بعرفك ولا بعرف مرتك. يا جماعة طولوا بالكم، وردة مو بوعية. اسمعوا لك، إذا تاني مرة بتقرب على عبير رح أحسب الله ما خلاك. اصحي طقلك عرق دكتور. أنا لا أنت بتهمني ولا مرتك ولا بتهمني صحبتكم كلها. الله يرحمه. تفضل. قومي تحركي خلينا نمشي. خليكن نتعشى سوا. سيد عوني نصيحة، خلوا التحرك جماعي. على فكرة أنا معي سلاح وبعرف استخدمه منيح. المجرمين عندكم بالكوخ، إذا بتسلمون للشرطة بتنضف الغابة كلها. تنضف الغابة لما حضرتك تطلع منا. أنتوا ليش ما عم تقتنعوا إن إحنا ما قتلنا منهل؟ ليش منهل مات؟ مين ده يطبخ لنا هلا؟ كان ناقصني هالمجنونة. قومي قومي. طريق ما بيضيع حدا. من وين بتعرفي هذا الأسعار؟ على فكرة كان المفروض تتشكر وموت بهدله. قلت لك من وين بتعرفي هذا الأسعار؟ ما بعرفه قبل ما أجي معك لهون على الغابة. بيكون بعلمك هاي نهاية الطريق بيني وبينك. شو قصدك؟ بكفي لحد هون وبكفي. أنا أفضل أرجع أشتغل مع الوحوش وما أكمل بالشغل معك. معقولة هذا السافل قدر بيوم واحد يغير لك مخك؟ هذا اللي عم تقول عنه سافل، أنا مبارح لولا أكلتني خنازير. من وين تعرفي؟ وين رحتي معه؟ قلت لك ما بعرفه قبل ما أجي لهون. وين نمت مبارح؟ ما نمت لحالي، طلع من راسي بقى. أنت شو عم تحكي؟ ما بيطلع لك تحاسبني، أنا ماني عمياء وبعرف بكل علاقاتك وحدة وحدة. بكفي لهون. أنا رح جن، شلون قدر هذا السافل يعمل لي غسيل دماغ؟ شلون؟ أنا راجع الكوخ، ما رح كمل معك. لك يا مجنونة، هزار وسوسن قتلوا لنها، بكرة شوفي شو رح يعملوا فيك إذا ضليتي. الغابة مليانة وحوش. قلت لك الحياة بين الوحوش والمجرمين أرحم من الحياة معك.
بتعرفي اذا بترجعي رح اقتلك وحسب الله ما خلي. نزل سلاحك، مو عيب عليك ترفع مسدسك على مرا؟ لك انا كم مره بدي فهمك. اه نحن واجبنا نسلمكم للشرطه بالتحقيق، اذا اثبتتوا براءتكم الشرطه بتفك اسركم مو نحن. بناكل وبنمشي. وين بدكم تمشوا؟ على الشرطه مشان اللي غلط يتحاسب. عم تقول لك المخلوقه انه ما قتلته لمنهان، ليش ما بدك تصدقها؟ والله المهم الشرطه تصدقها مو نحن. يا اخي انتوا ليش مصرين تظلمونا؟ خلونا نروح بحال سبيلنا بقى. خلينا نهرب نحن. يلا يلا يلا. انا معسي اركض، اه بدي ارتاح. ليش قوصتي علي يا مجنونة؟ لو اجت طلقة براسه كان مات. يموت؟ أنا قوصت عليك كرمال يموت. وليش لا توصليني معك؟ أنا مو ناقصني أعداء. شوف عيني، أنا ما ورطتك بشي، طالعني برات الغابة وبعدين كل واحد يروح بحال سبيله. ليش أنا عرفان أطلع من هاي الغابة؟ بيكون جاي ورانا عوني واحد عنيد وما رح رجعي على الكوخ. كنت شو عم تقول؟ عوني واحد مجنون بيقتلني. وإذا بقيتي معي ما رح يتركك، رح يقتلك ويقتلني معك. بالكوخ في مين يحميك. قول إنك خايف منه وبدك تخلص مني. قلتلك أنا مو ناقصني أعداء، خلصي من جوزك بس مو عن طريقي. سفلة، كلكم سفلة بتشبهوا بعضكم. الحق مو عليك، الحق علي أنا لو ثقت فيك. روح. راس اختفوا فجأة، ما عاد لقيته. هاي رصاصة 8.5، تركي جرح سطحي مو الجرح الهامجاني، الغدر اللي صار فيني هو الهامجاني. خلافات العائلية والمشاكل الأسرية أمر وارد، بس بالمسدسات هيك بيصير اسمه حقد وانتقام. مظبوط، صار اسمه غدر، حقد، انتقام. عفوا سيد عوني، يعني هو أنا ما بحق لي أتدخل بمشاكلك الشخصية، بس شو يلي بيخلي زوجها تقوص على زوجها؟ عاد الآن ما بيعرفها من قبل، وهي كمان قالت ما بتعرفه. إذا أنت بنيت اتهامك على كلام وردة، فبحب خبرك إنه وردة بعد الوقعة العوض بسلامتك صيفت. ما شفتها؟ هربت معه؟ عفوا سيد عوني، أنا متأكد إنه في سبب تاني خلاها تقوصك. لا أبدا، ما في أي سبب تاني. أنا تركت التدريس بالجامعة، صرت أشتغل بالأعمال الحرة وهي تساعدني. عفواً؟ هلأ أنت تركت التدريس بالجامعة ولا الجامعة فصلتك؟